حضرتك مديون ده شباب الموضوع الاساسي اللي داخل معانا في الامتحان الجاي. الامتحان الجاي السبت الجاي ان شاء الله. النهارده ان شاء الله هنحاول نخلص الجزء اللي داخل بحيث ما يبقاش فيه نزول تاني يعني على مدار لغايه الساعه 1 او الساعه 9 ونص. وبعدين نبقى نكمل بعد الامتحان. موضوع خاص بالبروجكت اسمه والموديول الخاص بالفايريشن. هو في كذا موضوع عندنا، في عندنا موضوع الموكي الازمه، وفي موضوع مسؤوليات الانفكشن، وعندنا موضوع اسمه الكف. المهم نبدا بموضوع البرونكيا الازمه. احنا عندنا فكره البرونكيا الازمه في الاساس هي بتبقى الرجل، يعني غالبيه الناس بتكون الازمه عندهم براحتي. ايوه نعم. لا لا خلاص اشرحي الورقه عشان نصور الورقه. بس بس بقول لك خليه يصرح الورق بس عشان الناس عايزه الورق. لا لا اتفضل مع السلامه. طيب فبنقول لحضراتكم ان غالبيه الحالات اللي بتحصل من ممكن الازمه اللي انتم عارفين في الاساس بتكون حساسيه. بس طبعا بيبقى في نوع تاني من نوع الرجل او نوع الرجل نتيجة أمراض، نتيجة أدوية. لكن إحنا بنركز كلامنا في الموديول ده على الأزمة اللي بتحصل نتيجة حساسية. حساسية اللي كنا خدناها في السنة اللي فاتت بيبقى الإنسان مش هو، مش الدواء هو السبب فيه. أو المشكلة اللي أنت بتتعرض لها هي السبب فيه، المشكلة اللي عندك أنت. يعني أنت اللي عندك حساسية مفرطة لبعض المواد. قد تكون المواد ديت مثلا سمعنا حاجة اسمها البولين اللي هي حقول اللقاح. في بعض المناطق بتكون فوق سطح البحر شوية. مرتفعة يكون فيها نفخ كتير، يكون فيها حبوب لقاح كتير. بعض الناس لما بتنشق الهواء اللي بيحتوي على المركبات دي بيبتدوا يتعاملوا معاها على انه انتجن، بيبتدوا يجهزوها انتي بودي. اذا بداية المشكلة هي انتجن انتي بودي انتر اكشن. هي دي بداية المشكلة. ان يحصل ان جسمك يتعرض على حاجة، قد تكون شعر بتاع حيوان انت مربيه عندك في البيت زي القطط والكلاب. قد تكون نوع من تراب حشرات جسمك يتعرف عليها عندها انتيجين ويجهز لها انتي بودي فيحصل الحرق اللي انت عارفينه. يبتدي الكالسيوم يزيد جوه المصل وتنفجر المصل، صح؟ كنا بنقول لما المصل تنفجر بتطلع ماده اسمها الهيستامين. الهيستامين ده طبعا هو اللي بيبقى مسؤول عن الاتاك. ايه هي الاتاك؟ الاتاك اللي حضرتك تقعد في البحر بشكل مستمر. طبعا لما تقعد في البحر بشكل مستمر انت كده بتطلع كربون دايوكسيد وما بقاش في فرصه انك تاخد مكان اكسجين. فمعنى كده حضرتك نسبه الاكسجين في دمك هتبتدي تقل، فبتبتدي يبان عليك اعراض الهيبوكسيا. هيبتدي شفايفك تزرق، ممكن تشعر بعدم اتزان، هتحس بيه في التنفس، هتحس بوجع في الصدر. هي دي اللي احنا بنسميها اكسربيشنز او الاتاك. الاتاك دي سببها خروج ماده ايه؟ سمعون ماده الهيستامين. بالاساس سببها ان حضرتك جهاز المناعه بتاعك صغر مخه وتعرف على المركب على انه ايه سمعوني على انه انتجن وطلع له نوع من الانتي بودي يسمى انتي بودي اي يونو جلوبولين اي فحصل الريكشن. الهيستامين ما فيش منه خوف لان زي ما كنت مصري اللي على قلبه على لسانه، يعني اول ما بيطلع بتعرف انه طلع. وبالتالي تأثيره بيبان بسرعة جدا على مين؟ سمعوني؟ تأثيره بيبان بشكل سريع جدا على البرونكاي. فبعد ما البرونكاي عندك بتكون واسعة زي ما أنت شايف. بتبتدي يحصل إيه في البرونكاي دي؟ بعد ما بتكون واسعة تبتدي يوسع ولدين تبتدي. إذا أول ما الإنسانين بيخرج كل الناس بتعرف إن الإنسانين خرج، محدش بيخبي. لكن الخوف كله إن المصل لما بتنفجر مش بس بتطلع هيستامين، بتطلع كمان مادة تسمى بالسايتوكاين. السايتوكاينز ديت للأسف بحس إنها خبيثة شوية. بتبقى موجودة في دمك لكنك لا تشعر بيها. وتبتدي مع مرور الوقت تتسبب في انفلاماتوري ريأكشنز. يبتدي يصيب إيه؟ الجدار بتاع البرونكاي. فتبتدي البرونكاي عندك تبقى برونكاي طبيعية ولا يبتدي يحصل فيها انفلاميشن؟ يبتدي يحصل فيها انفلاميشن.
الاعراض الانفلاميشن اللي بتحصل في البرونكاي بيبتدي الممبرين المبطل للتجويف بتاع البرونكاي يتقطع. فلما الممبرين المبطل للتجويف البرونكاي يتقطع يبقى دي برونكاي. تخيل حضراتكم لما الجدار المبطل لمعدتك يتقطع يبقى معدتك طبيعيه ولا معده حساسه؟ معده حساسه. لما العصب اللي عندك في الضرس يتكشف هل العصب هيبقى طبيعي او الضرس ده هيبقى ضرس طبيعي تعرف تشرب عليه حاجه مسدجه؟ لا. فبتبتدي البرونكاي مع الوقت نتيجه وجود مين؟ سمعون السيتوكايت، كانه واحد ماسك شاكوش وعمال يقطع في مين؟ في الميوكس ممبرين. تبقى برونكاي طبيعيه ولا برونكاي حساسه؟ سمعوني برونكاي حساسه. فتبتدي البرونكاي مع الوقت تبقى ملطشه. يعني لو كانت زمان الاتاك مش لازم تحصل، دلوقتي الاتاك على اهون سبب ترد عليها ممكن تحصل. وعدد مرات الاتاك يبقى قليل وعدد مرات الاتاك يبتدي يزيد يبتدي يزيد. من هنا بيجي نقسم يا فندم الازمه الى قسمين. بنقسمها الى ازمه متقطعه، يعني كل فين وفين لما بتشوفها. According to frequency بتاع الاتاك اللي انت بتشوفها يتم تقسيم الازمه اللي بتيجي للمريض الى قسمين. ازمه بتسمى ازمه انترميدنت. يعني ايه كلمة انترميدنت؟ يعني تيجي كل فين وفين. ودي بنقولها المفروض بتيجي أقل من مرتين بالويك. يعني تيجي مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر أو مرة كل ست شهور. بيتهيألي سعادتك الأزمة طالما بتيجي بكمية قليلة كده أو بعدد قليل كده. يقول لك أنت مش محتاج تاخد فيها غير إيه؟ غير حاجة تسمى بالشورت تيرم ريفرز. مين هم يا شباب الشورت تيرم ريفرز دول؟ حاجة تكون بتعمل برونكو ايه بسرعة؟ ها؟ برونكو دايلاتيشن. ولازم الحاجة دي تتميز بإيه؟ تتميز إنها تبقى دليل أونست ولا لازم تبقى رابد أونست؟ رابد، لأن أنا ممكن تجيلي الأتاك وأنا واقف في طابور البنك من الحر والزحمة والعرق يجيلي الأتاك. فلازم البخاخة دي تبقى في جيب البنطلون بتاعي أو في شنطة إيدي كبنت ماسكاها أو بالكتير في طابور العربية اللي أنت راكبها بره، بحيث بسرعة تقدر تحط بخاخة الهواء بتاعها يقدر يفك الاتاك في ظرف دقايق. مش مهم تشتغل لمده قد ايه، لان الاتاك مش هتطول، لكن المهم عندي الديوريشن بتاعها ولا الانصت. عشان كده سميها لونج تيرم ولا شورت تيرم؟ شورت تيرم. لكن حضرتك لما السيتوكاينز يبتدي يتملك من البرونكاي ويبتدي شويه مع شويه كل ما تيجي تتعرض لانتيجين يطلع لك مين؟ السيتوكاينز، ويبتدي يعمل لك انفلاميشن، والانفلاميشن مور بروجريسيف، وتبتدي البرونكاي عندك تتقطع وتتهربل، وبدل ما جزء يتقطع اجزاء كتيرة منها تتقطع. هتجد عدد مرات الازمه عندك لما بيجي لك مره كل اسبوع ولا يبتدي يزيد، ربما سؤال يبتدي يزيد. في الحاله دي بتبقى الازمه تسمى انترميتنت ازمه ولا ايه؟ سمعوني ها؟ بيرسيستنت. يعني ايه كلمه بيرسيستنت ازمه؟ يعني الازمه ابتدت تيجي لحضرتك من مرتين لاكثر من ويك. اول ما الازمه بتلاحظ انها ابتدت تظهر عندك رد مرتين في الاسبوع على الاقل أو أكثر من ذلك، يبقى معنى كده إن أنت الأزمة سميت انترميتنت ولا بيرسيستنت؟ بيرسيستنت. ودي دي أطيب تقسيمها أكوردنج عدد مرات الأتاك إلى أزمة مايلد وأزمة مودريت وأزمة كمان سيفير. كل ما عدد الأتاك بيزيد كل ما الديجري بتاع البروجريشن بتاع المرض بيزيد. يعني على الورق مثلا تقول لك المايلد دي بتحصل مثلا ثلاث أربع مرات. المودريت بتحصل سبع ايام في الاسبوع. السيفير ممكن تحصل كذا مره في نفس اليوم، كل يوم في الاسبوع. يبقى انا كل ما بتحرك ناحيه اليمين كل ما فرصه المورتاليتي، حط عليا فرصه المورتاليتي بتاعت البيشنت في اي اتاك ممكن يروح فيه. وده بيتطلب ان ابقى اجريسيف اكتر في الطريق. واكون باخد دواء واحد ولا ازود الادويه سمعوني ازود. فيقول لك طالما الاتاك بتاعت حضرتك اصبحت اتاك ريزيستنت، انت لم تكتفي فقط بالبرونكو دايليتور. طبعا انا عايز اقول ان دايما البرونكو دايليتور دي بتتاخد اون ديماند. يعني ايه يا شباب كلمه اون ديماند؟ يعني انا مش عارف اخدها امتى، صح؟ حد فيكم يعرف الاتاك على كيلو امتى؟ انا ما اعرفش. محدش يتوقع بدايه الاتاك، انا عايز الورق. طب لو كنا بنقول لحضراتكم ان دايما كلمه برونكو دايليتور دي بيطلق عليها اون ديماند. يعني ايه يا شباب كلمه اون ديماند؟ يعني عندي لزوم. انا ما اعرفش الاتاك هتيجي امتى.
يبقى كده الموضوع مش متطلب فقط برونكو دايليتور، لا ده كمان الموضوع اصبح يتطلب ان انا اضيف انتي مين سبعون انتي انفلتر. ليه؟ قولوا لي ليه؟ عندي ليه انتي انفلتر؟ طالما شكل مستمر، طالما الاتاك بقى اللي فيه كتير، معنى كده ان البرونكاي ما عادتش بتقفل وتفتح بس، لا واضح ان البرونكاي بقى فيها التهاب مزمن. واضح ان مين شوكه كبير علي السيتوكين، يبقى لازم اضيف ادويه تعمل ايه في شوكه السيتوكين تكسر. وادويه الانتي انفلاماتري دي في راي حضرتك هل هتاخدها ساعه اللزوم ولا دي تاخدها ديلي؟ سامعوني ديلي. ومش هتفرق معايا هتشتغل بعد قد ايه ولا ايه؟ هو انت دلوقتي الانتي انفلاماتري بتاخدها وانت عيان؟ لا. ما هو بص حضرتك انت الاتاك بتجيلك صح؟ ساعه الاتاك بديك شورت تيرم ريليفر صح؟ طب بعد الاتاك بمشيك على ردوا علينا حاجه بنسميها شورت تيرم ريليفر ولا نسميها لونج تيرم كنترولر؟ لونج تيرم كنترولر. يبقى مين يا اخوانا اللونج تيرم كنترولر دول؟ اللي بتاخده في الاتاك ولا بتاخده بعد الاتاك؟ سامعوني بتاخده بعد الاتاك عشان ما اشوفش اتاك جديد، او على الاقل عشان لما الاتاك تجي لي تبقى مور ولا لسه بي؟ سامعوني تبقى لسه بي. بتلاقي المجموعه دي اللي هي مجموعه ايه سامعوني؟ اللي هي مجموعه الانتي مين سامعوني؟ الانتي انفلاماتوري. مش مهم عندي هتشتغل بعد قد ايه، لان انا باخدها بهدوم الصبح. انا نازل من بيتي انا ما يجيليش اتاك، بس طالما حضرتك اديتني هيستوري ان الاتاك بقت بتجي لك ايه سامعوني؟ ها الاتاك بقت بتجي لك كتير. يبقى انا ما اتمنعش، يا ريت قبل ما تنزل تاخد لي بخايه من مين؟ الانتي انفلاماتوري. لازم تبقى لونج ديوريشن عشان تكفيك لغايه ما ترجع من بيتك او ترجع من شغلك او من كليتك. مش مهم تبدا بعد ساعه ولا ساعتين، المهم انها تبطئ ايه سامعوني فتره طويله. ليه مش مهم انها تبدا بعد ساعه او ساعتين؟ انك بتاخدها وانت سليم، انت مش بتاخدها وانت عيان. ويبقى معاك كمان في جيبك، ردوا على سؤالي انهي بخاخ اللونج تيرم ولا الشورت تيرم؟ الشورت تيرم عشان لو صادف ان جالك اتاك وانت في الشارع يبقى معاك. اذا هي دي الازمه. هتمتحنوا الاسبوع القادم في المجموعه الشورت تيرم مين فقط سامعوني؟ الشورت تيرم ريليف اللي هم مجموعه مين؟ اللي هي مجموعه البرونكو دايليتورز اللي هي بتعمل ايه في البرونكاي سامعوني؟ بتوسع الشعر. نفتح بقى بسم الله الرحمن الرحيم. عندك صفحه واحد مش عايزين منها حاجه، صفحه اثنين مش عايزين منها حاجه، كل الكلام ده في نهايه المجزمه هيبقى اوريدي فيلمز. اللي يهمني بدايه صفحه مين سامعوني؟ هات صفحه ثانيه. فساعتك اكشولي هتبدا تذاكر من صفحه ثانيه. هو في المقدمة يقول لك أنواع الأزمة قد تكون حساسية أو قد تكون حاجة تانية. وبيقسم أدوية الأزمة لإيه وإيه سامعوني؟ ها أدوية شورت تيرم مين؟ ها ريليفرز اللي هم مين؟ اللي هم الأدوية اللي مش لسه بنعرفهم دلوقتي لسه ما نعرفهمش، بس أنا بقول إن هم مين واللي بيتاخدوا إمتى ساعة الأتاك بيعتبروا رابيد أونست أند شورت ديوريشن. ومجموعة تانية بتتاخد بعد الأتاك ودي مش هنجي لها غير لما تبقى الأتاك عادية ولا بيرسيستنت بيرسيستنت. ودي بنسميها لونج تيرم مين يا فندم سامعوني؟ ها كنترولر. واللونج تيرم كنترولر دي في الاساس بتسمى انتي انفلاماتوري. هنبدا نتكلم على المجموعه اللي هي المفروض ناخدها امتى سامعوني؟ ساعه ها؟ ساعه انا ما اعرفش هاخدها امتى. اللي هي بتتاخد ديلي ولا بتتاخد اون ديماند؟ اون ديماند. كويس. من هنا لازم نعرف عنوان كبير اسمه برونكو دايليتور. ويبقى كده هنبتدي نركز على البرونكاي. فوق زي ما انت شايف مش برونكاي، فوق مص صح؟ وبالتالي انت طول البرانش بتاع الاسبيريشن بتاع بتتعامل مع خليتين. الخليه اللي بنسميها المص بس دي خليه بتبقى في الكواليس محدش بيشوفها. انت ما بتعرفش ايه اللي بيحصل، انت بتشوف النتيجه فقط. هي النتيجه؟ ان البرونكاي ضيق. احنا لازم نخلي بالنا كمان من اللي بيحصل فوق الكواليس او خلف الكواليس. وجات انا عندي في البرونكاي كنت خدته معايا السنه اللي فاتت في ريسبتور اسمها بيتا 2 فاكرينها؟ وصدفه ان نفس الريسبتور دي برضك موجوده فين؟ سامعوني انت في المص. صح؟ كانوا بيقولوا لنا زمان البيتا دي موجوده في مكانين فين؟ ها في البرونكيا وفي المص. قال طب ما مصلحه ما تيجي تعمل لي ادويه تسميها بيتا 2 اجلوس صح؟ نحاول نديك بخاخات او نحاول نديك شورت او راس او حقن تكون بتحفز مين؟ سمعوني هات بيتا 2. وبالتالي مكانها هيبقى زي ما انت شايف في النص. ممكن اعمل منها ادويه شورت اكتف فتسمى صابا. ممكن اعمل منها ادويه لونج اكتف بتسمى لابا. يعني ايه؟ الصابة دي اختصار شورت اكتف بيتا اجلس. شورت اكتف بيتا اجلس يعني ايه؟ شورت اكتف بيتا اجلس يعني تبدا متاخر ولا تبدا على طول؟ هتبدا على طول مش مهم تطول قد ايه، المهم انها تبدا على طول. والمجموعه الثانيه بنسميها لونج اكتف بيتا اجلس.
دول بيعملوا ايه؟ لما جينا نرجع للسنه الاولى كنا بنقول لحضراتكم ان في تكوين دي كانت بتنتج حاجه اسمها جي ان، كان في حاجه اسمها جي بروتين، كان من الجي بروتين في حاجه اسمها جي ستيميلاتور، فكان بتحفز انزيم اسمه ادرايت سايكليزس اللي كان بيزيد من تحويل ماده تسمى ايه من اي تي بي الى ماده تسمى سايكليك اي تي بي. كنا بنعلمكم حاجه حلوه ان زياده السايكليك اي تي بي معناها طرد الكالسيوم، وخدتوا الكلام ده معايا في البلد في الترم الاولاني. فقال لك هو انت جيت مضايقك، شفت ان مضايقك هنا ان الكالسيوم بيزيد؟ شو معلمونا زمان ان الكالسيوم لما بيزيد الفيزيكال بتقرب من ترنال ممبرين وتنفكك وتطلع الكونتنت، اذا لازم اقلل الكالسيوم هنا. وايه اللي مضايقك هنا؟ مش اللي مضايقك هنا كمان ان الكالسيوم بيزيد؟ مش الكالسيوم لما بيزيد بيعمل سبازم في سموس مصر بتاعه البرونكاي ويقفل عليه؟ قال لك طب ما انت عدوك الاساسي الكالسيوم. كالسيوم عامل ايه في المصل وعامل ايه في البرونكاي سامحوا؟ كالسيوم عامل ايه في المصل؟ هو اللي بيتسبب ان المصل تنفجر صح؟ يبقى لازم الكالسيوم ده يقل. والكالسيوم في البرونكاي هو اللي مسؤول عن ان البرونكاي يديل والسموس مصل يحصل لها كونتراكشن. قال لك خلاص يبقى حاول تزود السايكليك بي بي هنا صح؟ وحاول ترده وحاول تزود مين؟ السايكليك بي بي هنا. عشان السايكليك بي بي لما بيزيد هنا وبيزيد هنا ده بيعمل ايه في الكالسيوم هنا وبيعمل ايه في الكالسيوم هنا بيقل. فبالتالي انا ممكن بخايا واحده تشتغل شغلانتين. كنا بنقول لكم كده زمان واحنا صغيرين، كنا بنقول لو تتذكروا بيتا 2 اجنس تعمل مصل ايه وبرونكو ايه. كنا محافظين كنا بتعمل برونكو دايليشن وفي نفس الوقت بتعمل مصل ستابيلايزيشن. طب هو السؤال اشهر بخاخه هتلاقي عندك مستطيلين، انا بتكلم في صفحه ثلاثه. المبخخات الصعبه بنسميها سالبيتامول، وزي ما سمعتوا الاسم ده في الترم الاولاني. الجدول اللي عاملينه النوعين اللي هو الصعب على الشمال واللاب على اليمين. مجموعه الصعبه اللي هو السالبيتامول صح؟ في دواء تاني اسمه البوتيرول، وفي دواء كمان اسمه تيربيتالين. والمجموعه اللونج اكتف ها اسمها ايه؟ تيربوتيرول والسالبيترول. المجموعات دي سؤال ازاي تخلي الصبا تبقى صبا بس وازاي تخلي اللبا تبقى لبا بس؟ انا ما بخليش حد. يعني في ناس تقول لك ايه؟ هو يا دكتور الصبا ده ازاي تخليه يشتغل على البيتا 2 دي بس وما يشتغلش هنا؟ صح؟ واللبا دي ازاي تخليه يشتغل على البيتا 2 دي بس وما يشتغلش هنا؟ ما هو ما بيشتغلش على حاجه. هي الفكره كلها في ايه؟ ان انت لعبت في الاستراكشر بتاع الدواء. خليت الدواء ده يشتغل بطيء ولا سريع؟ سريع جدا والديوريشن اوف اكشن بتاعه ايه؟ صغير. هو ممكن يشتغل هنا وبيشتغل هنا فعلا، بس هل الديوريشن الصغير بيخليك انتي انفلاماتوري؟ هتفيدك بحاجه كانتي انفلاماتوري؟ قال لك لا. وعملوا المجموعه دي تشتغل بعد فتره بسيطه ولا تتاخر في شغلها؟ سمعوني تتاخر في شغلها، بس ده على حساب انها تقعد فتره صغيره ولا فتره طويله؟ فتره طويله. فقال لك طالما المجموعه دي تتاخر في شغلها مش هتسعفني في الاكيوت اتاك، يبقى ما تفكريش تاخدي حاجة من اللابا في الأكيوت أتاك. أما تفكر تعمل تاخدها فين؟ في الأكيوت أتاك ولا إن بتوين الأتاك؟ إن بتوين. لكن على الورق هل اللابا بتوسع الشعب؟ أه طبعًا. ولا أنا غلطان؟ هتردوا عليا؟ مش اللابا ممكن توسع الشعب؟ طيب. هل الصامة ممكن تمنع إفراز الهستامين؟ أه طبعًا. بس هي الفكرة هاخدهم في مين؟ يبقى الأدوية شغالة فوق وتحت، فاهمين كلامي ولا لأ؟ لأن في ناس كتير تسألني هو أنت إزاي خليت المجموعة دي تشتغل هنا بس؟ مش هي بيتا بقى ولا إيه؟ فكرة الأدوية، خلوا الدواء ده يمسك في الريسبتور بطريقة رزلة، وبالتالي يسيبه بسهولة ويفضل ماسك فيه فترة طويلة فيديك ديوريشن ايه ها؟ أطول. وخلوا دوت يعمل رابيد ديسوشيشن من الريسبتور، يعني يمسك بسرعة ردوا عليها ويسيب بسرعة، أداك لونج ولا شورت ديوريشن؟ شورت. يبقى نقرا أول سطر في المود أوف أكشن الله يرضى عنك. المود أوف أكشن في السطر الأولاني فوق لما يعني بيجي نتكلم عن ميكانيزم اوف اكشن نقول لحضراتكم الادويه دي بتسمى بيتا ايه سمعوها بيتا 2 اجنس صح؟ بتشتغل على البيتا 2 طبعا هم شالوا الحته بتاعت الجي اس اللي هم عارفين انتوا عارفين حاجه اسمها جي اس من السنه اللي فاتت. المهم ان هو جاب لك النتيجه ان ده بيؤدي الى زياده مين سمعوها السايكليك اي بي بي، وده بيؤدي الى طرد الكالسيوم. ذلك ينتج عنه السطرين الاولاني والثاني. الاولاني هو مين يا فندم؟ برونكو دايليشن. والثاني هو مصل ستافيلايزيشن. لما بعمل مصل ستابيلايزيشن انا بحبس الهستامين، لكن كاتب لك اند انا مكرر كلمه اند مش غلطه، مكررها عشان احسسك ان مين الاخطر الخبيث اللي ما حدش بيشعر بيه هو مين السايكلز.
سيتوكين وجوده في دمك هو اللي بيخلي حالتك تتدهور. الهيستامين قلت لك العلاقة على لسانه، لكن مش هيخلي البرونكاي تبقى حساسه، لكن اللي بخاف منه هو مين؟ سمعان السيتوكين. اذا اللابا دورها بالنسبه لي مش باين قوي لكنه مؤثر قوي، صح؟ لانها بتاثر على السبازم وبتاثر على الانفلاميشن اللي بتخلي حالتك تقرب لا سمح الله من المورتاليتي، صح؟ يقول لك في دور ثالث للبيتا. وجدنا حضرتك ان لما البرونكاي زي ما انت شايف بتبقى واسعه كده، صح؟ كان في الاول وتبتدي فرصه لحاجه اسمها السيليا، اسمها حاجه اسمها السيليا اللي هي الاهداب تطرد الميكروب انها تتحرك وتتحرك بسهوله كمان. السيليا دي حلوه جدا دي على فكره، وانت بتاكل دلوقتي وحته عيش بط دخلت جوه الحنجره بتفاجئ ان في مأساه، كحه وشك يحمر وتقعد مش مرتاح، صح؟ لغايه لما يحصل ايه؟ لغايه لما تتخلص من الفورين بودي اللي دخل في مكان مش مكان. اذا السيليا دي مهمه جدا لحضرتك، بس انت لما بتضايق البرونكاي والانفلاميشن بيكتر يبتدي يبقى في عندنا سكريشن كتير، والسكريشن دي يا فندم بتبقى سكريشن فيها بلغم زي ما انت شايف. طبعا ده نتيجه شغل السيتوكين اللعين وشغل ماده اسمها انترلوكين وماده اسمها ليوكوتراين، كل الحاجات دي بتؤدي الى انها تجيب خلايا هم عارفين حاجه اسمها ماكروفيج، دول ما بيصدقوا بيبتدوا يعملوا لك انفلاماتوري ريأكشن في المكان. فيبقى مش بس البرونكاي ضيقه، لا دي كمان بتبتدي تتملي بلغم، والبلغم ده فيه فيسكوستي يبقى لونه اخضر كده ولزج. فراي حضرتك لما يكون في بلغم هل السيليا رد؟ هل السيليا هتقدر تشتغل زي زمان ولا شغلها يبتدي يضيع؟ يبقى انت بقيت تفقد مش بس الاتساع بتاع البرونكاي، فقدته كمان، فقدت ليه سمعوني؟ التجويف بتاع البرونكاي فقدته نتيجه ان جوه في بلغم، كمان الحركه او الدفاع بتاع مين فقدته؟ السيليا. فيقول خلي بالك الصبا بتعمل حاجه ثانيه. كانوا بيقولوا لنا زمان ان السيل بيتا مودا او البيتا 2 اجنس لما بتطرد الكالسيوم مش بس بتطردها لك من البرونكاي وتعمل لك برونكو دايليشن، مش بس بتطردها لك من مصل وتعمل لك مصل ايه سمعوني هاند ستابلايزيشن، كمان ممكن تطردها لك من الفيزيك وتعمل لك بازو ايه هاند دايلكت. قال لك البازو دايليشن ده بيخلي سكريشن كتير. لما الاوعيه الدمويه اللي موجوده جوه التجويف بتاعت طبعا المنظر ده مش تفضيل لما المفروض يبقى مدور خليه البرونكاي مقطع فيها. بس انا بقول لك التجويف بقى بقيه التيشو بيبقى فيه بلاد فيزل. بلاد فيزل زمان كان حجمها كده. انت دلوقتي لما الكالسيوم يضطرد هو بيضطرد من كل حاجه. فيبقى حجم البلاد فيزل عندك بيظهر ولا بيكبر؟ بيكبر. فيبقى فيه بلاد سبلاي للمكان ده كتير. البلاد سبلاي للمكان ده لما يبقى كتير بتساعد البلاند انها تشتغل وتنزل سكريشن كتير. سكريشن ده بيبقى سكريشن زي البلغم ولا زي اللعاب؟ ده سكريشن نظيف زي السرايب. لما سكريشن نظيف ده يخش على البلغم يبتدي يعمل ايه في الفيسكوستي بتاعت البلغم سمعوني هل يزودها ولا يبتدي يخفف منها؟ يخفف منها. تاني في عندنا حاجه اسمها اكسوكرين اللي هي بتطلع لك العرق، بتطلع لك الدموع، بتطلع لك البرونكيال سكريشن، بتطلع لك اللاكريميشن، بتطلع لك السرايب. سكريشن دي نظيفه يعني نظيفة. لو شفت طفل صغنن كده لسه اسنانه ما طلعتش اخبار الصلايفه بتاعته ايه؟ تبقى شفافه ومالهاش ريحه ولا لون ولا طعم، ما عندوش سنان. كذلك العرق المفروض ما يبقالوش ريحه لو انت جلدك نظيف. كذلك الصلايفه، كذلك الدموع، كذلك البرونكيا سكريشن نظيفه وشفافه. لما يبتدي جسمك يزيد من افرازها ووجود البلغم الرزل الاخضر التخين اللي فيه سيتوكينز وفيه بلاوي هتعمل ايه في البلغم ده سمعوني ها؟ هتعمل فيه ايه؟ هتزود الفيسكوستي بتاعته ولا تقللها؟ ها؟ لما تدخل حاجه سايزه على حاجه صلبه تعمل فيها ايه؟ تخففها. فيقول لك رقم ثلاثه البيتا 2 ليها دور كذا. يقول لحضرتك انها ممكن تزود النيوكو سيلاري كليرنس. يعني ترجع مين يشتغل تاني سمعوني السيلينز. عن طريقها ممكن تعمل ايه في الفيسكوستي بتاعت النيوكس تقلل لك من الكثافه بتاعت النيوكس. طبعا بيتقصد هنا بالميوكاس البلغ الرزق. فهمتوا حاجه؟ يبقى ايه دور البيتا 2 اجونست؟ دور البيتا 2 اجونست ليها واحد في الكواليس وفيهم اثنين على خشبه المصر. ايه اللي بيعمله الكواليس؟ سمعوني ممكن يحط ايده يمنع افراز مين؟ ها؟ طبعا ممكن يحط ايده يمنع افراز الهستامين، واهم من الهستامين ماده السيتوكين. بس مش هيسعفني الصلبه لان الصلبه بتشتغل لفتره صغيره. وانا عايز دواء يقعد معايا اليوم كله فاعمل دواء صغير. صح؟ المجموعة الثانية يا فندم دي مجموعة بتوسع البرونكاي مباشرة فنسميها صعبة. وجدنا كمان مع مرور الوقت العيان بيحس إن الدنيا بقت أحسن.
والبروتكشن اللي عنده بقى اقوى. انك تبتدي تعمل ايه في الفيسكوستي بتاعت الميمبر السمعوني، تزود منها ولا تقلل منها؟ تبتدي تقلل الفيسكوستي فترجع السيجنال الجديده والسيجنال. فهمتوا حاجه؟ حد يقول لي ازاي عملت دايلاتيشن؟ لما ضربت الكالسيوم منين المره دي؟ من البرونكاي ولا من سموس مصر وفيزل؟ زي ما انتم شايفين تم تقسيم الادويه لشمال ويمين. طبعا الشورت اكتنج هينفعني امتى سمعوني؟ هينفعني ككنترول ولا كتريتمنت؟ كتريتمنت في الاكيوت اتاك. فمكتوب عند حضرتك الادويه دي تتميز بالرابد، انا بتكلم في المستطيل الشمال. الادويه دي حضرتك بتتميز بانها رابد ايه سمعوني هات اونسيتس اند شورت ديوريشن. هي تعتبر شورت تيرم ريليفرز، بتتاخد طبعا از نيد. عارفين يعني ايه كلمه از نيد؟ يعني عند اللزوم. لو بصيت فوق في المستطيل اعتقد منها كل روتس تقريبا معمول منها انهاليشن يعني بخاخات، معمول منها اورال، ومعمول منها اي في. طبعا اي في ده في حاله البخاخات لم يستجيب ليها العيان وحالته اتدهورت، فاضطرينا نوديه المستشفى، فلازم اعلق له كانيولا واديله الدواء ده انترا ايه؟ فينس. ليه؟ من ساعات البلغم اللي انتم شايفينه ده بيحول دون وصول الهواء اللي داخل من البخاخه. وانا مش عشان البخاخه دي توصل للبرونكاي، مش لازم توصل للممبرين، والممبرين ده هتوصل له ازاي؟ مش ممكن يكون التجويف ردوا عليه بتاع البرونكاي مش بس ضيق، لا ده ضيق وكمان اخباره ايه؟ مليان ايه؟ مليان بلغ. هتقولي صفحه واحد كده وانا افرجكم المنظر. في صوره عندك صفحه واحد توريك البرونكاي بعد اهو. ده الفرق ما بين البرونكاي السليمه والبرونكاي الازمه. شايف الدنيا في الاول كانت واسعه ازاي؟ دلوقتي الدنيا بقت ضيقه، واعتقد على الجدار في حاجات لونها زي الصليب كده. شايفين اللون الاصفر ده؟ بالله عليك البخاخه هتعدي ازاي في التجويف ده؟ فطالما البخاخه مش شغاله يبقى لازم اوصل لك الدواء المره دي عن طريق البلاد فيزل، ولا انا غلطان؟ اتعمل ان الادويه دي مش بس بتتاخد حضرتك في الاكيوت اتاك، يقول لك ده كمان تنفع كبروفلكس. يعني ايه كلمه بروفلكس؟ حضرتك نفسك تلعب ماتش كوره مع اصحابك، بس انت راجل ازماتك وعندك المشكله دي. ماشي، انت معاك البخاخه يا دكتور؟ اه دي معايا في العربيه. طب عشان خاطري قبل ما تنزل تلعب خد لك بخايه. هل انت كده بتاخد البخايه كعلاج؟ رد ولا تحسبا لما سوف يكون؟ فانا كده بستخدمها كتريتمنت ولا ايميديت بروفلاكسز؟ يعني ايه ايميديت؟ ايميديت بروفلاكسز يعني قبل ما المصيبه تقع. فخلي بالك الادويه دي مش بس فور تريتمنت، الادويه دي ممكن تنفع كمان كوقايه. وطبعا مش هاخدها قبل الماتش بساعه، يا ريت اخدها والعب على طول. فيقول لك في خلال ال 10 دقايق قبل ما تنزل، ان كوره وعرق وتراب ونجيله كل الكلام ده ممكن ينديوس اتاك. على النقيض عندنا مجموعه الضغط، وخلي بالك ان الضغط ما فيش منها غير بخاخات. مكتوب عند حضرتك ان مجموعه الضغط ما فيش منها غير مين؟ سمعوني انهيلرز. ده عيب، عيب كبير جدا. ليه؟ هنعرف مش فكره. لا بس انت الضغط مش بتاعت الامرجنسي. هل الضغط بتاعت الامرجنسي؟ انت لابا ما بتاخدهاش غير وانت كويس، ولا ايه؟ مش باخد اللابا ديلي؟ طيب فطالما اللابا بتتاخد ديلي، ليه ما عملتش منها اورال؟ ليه ما عملتش منها شرب؟ ليه ما عملتش منها اقراص؟ خاصة لما نعرف ان السن بتاع الازمة هو سن كي جي ومدارس، لان عادة الانتيجينيسي ها بتظهر على مين؟ الحساسية عادة بتصيب مين؟ بتصيب الطفل. لان الطفل بيكون أول مرة يتعرض لحاجات كتير، أول مرة ياكل سمك، أول مرة يشرب فراولة. صعب لما تجد انتيجينيستي في سن 60 سنه، في سن 40 سنه، في سن صعب نادر قوي. فعشان العيل الصغير ياخد الادويه دي، هنعرف ان البخاخات صعب جدا ان انت تعرف تاخدها. البخاخه دي عامله زي سواقه العربيات المانيوال، ازاي ان انت تشيل رجلك وتحط رجلك على الفرامل والدبرياج، ازاي ان انت تبخ وفي نفس الوقت اللي انت بتبخ فيه تكون بتستنشق الهواء عشان تدخل الهواء بدل ما تدخله على الجي اي تي، تدخله على الجهاز التنفسي. ياما ناس بيبخوا البخاخه جوه بقهم، يعني يبخ الهواء او البودره او السائل بتاع البخاخه فين؟ في تجويف الفم، وبدل ما ناخده على الجهاز التنفسي يقوم بلع. يبقى انت كده دخلت اورا، فاهمين؟ فلما بعمل منه حاجه انهيلر ده بيبقى عيب، لازم اعمل منه صور ثانيه، لازم اعمل منه شرب، عشان الوقت لو جه معاد الدواء وهو في المدرسه يروح للمشرفه يقول لها اديها لي، لكن المشرفه مش هتقدر تدي له ايه بقه وسمعوني البخاخه، فاهمين؟ فده عيب في مين؟ عيب في الدواء اللي اسمه فورموتيرول. الفورموتيرول زي ما انت شايف ده بيعتبر رابيد اونست ولا يعتبر سلوور؟ ده سلوور، بس مش في الوعد على مدار نص يوم كامل. ممكن ناخده طبعا في الامراض، طبعا تلاقوا في مرض اسمه سي او بي دي، شايفين؟ عارفين حاجه اسمها كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، في نفس الاعراض بس هو اصعب شويه من الازمه. فده ينفع في الاكيوت اتاك، وده طبعا ينفع في الكرونيك اتاك. بس في هنا كلمه غريبه قوي،
يقول لك في الازمه مكتوب بلس اي سي اس، شايفين حضراتكم كلمه اي سي اس دي ايه دي؟ عشان نفهم ايه دي، عندك خطين خضر شايفينهم تحت كاتب لك عليهم هم دي. انا اتفقنا مجموعه اللغه اللي هو على راسهم الفور موتي رول، مش انا عندي ده هنا اسمه ايه؟ ده اسمه فورمو ده. الفور موتي رول ده يا شباب ممكن ناخده في الاتاك ولا ناخده ان بتوين اتاك، سامعوني ان بتوين. يقول لك اوعى تاخده لوحده ان بتوين اتاك، لازم يتاخد مع عبايه الكورتيزون. طبعا اختصار كلمه اي سي اس يا شباب معناها كلمه انهيل كورتيكوستيرويد، الاي 4 انهيل والسي 4 كورتيكو والاس 4 ايه سامعوني كورتيكوستيرويد. هنعرف ان ملك الكواليس، ملك الكواليس من هو ملك الكواليس؟ اهم دواء في الانفلاميشن. طبعا خدتوا معايا السنه دي فاتت نون استرويد، عرفتوا ان اهم منه مين؟ هو الاسترويد. وهنعرف ليه الحصه الجايه ان شاء الله ليه هو رقم واحد في الانفلاميشن. فيقول لك لو عايز تعتمد على فورميترول كانتي انفلاماتري، لا فورميترول السيتوكين ممكن يعدي من تحت ايده. فورميترول ممكن يصرف مين؟ سامعوني ممكن يصرف سيتوكين. كونك بتصرف سيتوكين معنى كده ان حالتك ممكن تتحسن ولا حالتك ممكن تتدهور، سامعوني ممكن تتدهور. طب انت كنت بتعرف منين حالتك بتتدهور؟ لما عدد مين يزيد؟ كنت بعرف منين حالتي بقت مايلد ولا مودريت ولا سيفير؟ بعرف منين حالتي بقت انترميتنت ولا ريزيستنت؟ لما بلاحظ ان عدد مين ابتدى يزيد؟ الاتاك. طب هي الاتاك بتزيد ليه؟ مش عشان في سيتوكين؟ طب ما الدواء ده ما بيقدرش يحبس السيتوكين. بس انت مش هتشتكي من الاتاك، يعني الدواء هتعمل لك برونكو ايه؟ دايلاتيشن. الدواء ده بيعمل لك برونكو دايلاتيشن اليوم كله. لو سعادتك شميت تراب، عربيتك التكييف بتاعها باظ، ما فتحتش الشباك في يوم كله تراب وشميت تراب، المفروض على الورق حرارتك يستميت صح؟ المفروض على الورق يعمل لك برونكو ايه سامعوني؟ اثبات، بس انت لم تشعر بيه لان انت اوريدي واخد دواء لونج اكتنج برونكو ايه؟ لونج اكتنج برونكو دايليتو، فمعيشك بيس. لكن هل الهيستامين بس هو اللي خرج ولا خرج معاك كمان ماده ايه؟ السيتوكين، هل هو بيقدر يحبسها كانتي انفلاماتري ولا هو انتي انفلاماتري انسجنيفيكت؟ فيقول لك ايه؟ يا ريته كان انتي انفلاماتري قوي. فهو انتي انفلاماتري قوي بس للاسف برونكو دايليتو قوي. هو انتي اسف هو انتي انفلاماتري مش قوي، يعني سيجنيفيكانت ولا انسيجنيفيكانت؟ انسيجنيفيكانت. فالسيتوكين بتتسرب من ايه؟ فما بيقدرش يحميك من ايه؟ سمعني، ما بيقدرش يحميك من البروجريس بتاع الديزيز. اقرا كده السطرين الصفر دول ويمكن تفهمهم. مكتوب عند حضرتك ان هذه الادويه شود بي جيفن ان ايه؟ سمعوني، شود بي جيفن ان كومباينيشن مع مين؟ مع انهاليتر. يعني تقريبا دلوقتي بين عاملين بخاخه الفورميترول مع كورتيزون، يعني في بخاخات في السوق حاطين مين على مين على طول؟ ردوا عليا، مين على مين؟ كورتيزون مع فورميترول في بخاخه واحده، ليه؟ فبيقول لحضرتك اهو منه بيزود الانتي انفلاماتري افكت بتاعهم هما الاثنين. انا عايز اقول لك على حاجه، هو انا ليه بحط طاقة؟ ما هو السؤال طالما انت بتقول يا دكتور الكورتيزون ملك الكواليس، ليه بتحط معاه ادويه ثانيه؟ هتاخد كورتيزون وخلاص؟ لا اصل هو الكورتيزون بصراحه مؤذي ولا انا غلطان؟ خاصة لما تعرف انك بتاخد طفل صغير، وخاصة لما اقول لك ان البخاخات ما حدش بيعرف ياخدها، فطبيعي الطفل بيبلعها، فمعنى كده انه ممكن يعملوا هشاشة في العظام ويعملوا كوشنج ويعملوا مصايب. فحضرتك تحب ليه تحط دايما ادوية مع الكورتيزون؟ عشان تعمل ايه؟ جرعة الكورتيزون سامعوني تكتر منها ولا تقلل؟ تقلل منها على قد ما تقدر، هما يزودوا من شغل بعض وفي نفس الوقت او تقلل من جرعة مين؟ الكورتيزون. كمل السطر اللي بعده. يقول لحضرتك شوت نوت بي جيفن الون، اوعى تاخد اللابا لوحده. ليه؟ لانه اولا زي ما انت شايف هو ككنترولر ميديكيشن الانتي انفلاماتوري افكت بتاعته فشل. ثبت ان الانتي انفلاماتوري افكت بتاعته فشل. فشل يعني ايه؟ هو بيمنع كل حاجه المص انها تنفجر، بس مش بيمنع كل اللي بيخرج منه، بيبقى ضعيف. فوجدنا ان بيبقى فيه سيتوكين ولوكوتراين في وجوده. وفي نفس الوقت يا ريته كان كده، لا ده كمان البرونكو دايليتو افكت. كلمه حلوه قوي كلمه ماسك. يعني ايه كلمه ماسك؟ هتخليك عايش مبسوط، هتخليك لن تشعر باي تدهور في الحاله بتاعت حضرتك نتيجه انها بتمسك البروجريس اللي ممكن يكون بيحصل في الحاله بتاعتك. فلما تيجي توقف اللغه ويجي لك اتاك بعدها، رد على سؤالك، هتفاجئ ان اتاك كانت بتجي لك زي زمان ولا جات لك اتاك قطمت وسطك ونيمتك في المستشفى؟ فده يقلل ولا يزود من الريسك اوف مورتاليتي؟ سمعوني، ده بيزود من الريسك اوف مورتاليتي. اذا كلمه السر اللي ممكن اول مطب لو في الامتحان بتاع يوم السبت، اللابا الون ولا ان كومباينيشن؟ لسببين، ايه وايه؟ ردوا على سؤالي، اللي ليها انتي انفلاماتوري افكت سيجنيفيكانت ولا انسيجنيفيكانت؟ انسيجنيفيكانت، مش هيحميك الحمايه المطلوبه.
وفي نفس الوقت مخليك لا تشعر بتدهور لانه عامل لحضرتك شورت تيرم ولونج تيرم دايلاتيشن في البرونكاي. لونج تيرم دايلاتيشن قوي دي اقوى ادويه بتوسع البرونكاي. فده ممكن يعمل ايه في الريسك اوف مورتاليتي بتاع العيانين اللي سمعوهم بالزبده. خلاص؟ بيحطوا طبعا الضرر مع الكورتيزون عشان نزود من شغل الانتي انفلاماتري افكت. وفي نفس الوقت بنعمل ايه بوعي الكورتيزون سمنا اتفقنا نحاول نقلل منها. لسه فاضل سطر. احنا قلنا قبل كده مسبقا ان مفيش لابا اقراص صح؟ ولا ايه؟ فجوم انتهوا قوي مفيش لابا اقراص لما الناس عايزه تاخد اللابا برضه. فجابوا الصابة عارفين الصابة اللي هو يمين الشورت اكتين وعملوا منها اس ار حركه صايعه. عارف السلبي دامون عارف الترمي تالين الالبوتيرول عارفين انتوا كنتوا في الترم الاولاني ممكن اجيب الدواء واعمل منه قرص قصير ولا اطول شغله اس ار يعني اعمله كذا ليه. فعمل لك اس ار سلبي دامون وقال لك خده كلار مش مشكله انا ما عنديش لابا بمعنى لابا ما عنديش فورم ترول اقراص. لكن عملنا ايه؟ رد على السؤال خدنا الصابة وعملنا منها اس ار. فخلينا بدل ما تشتغل 12 ساعة بدل ما تشتغل 4 ساعات خلينا تشتغل لمدة 12 و16 ساعة فبقى منها خلي بالك من الدواء اسمه بامبوتيرول ده. البامبوتيرول ده مهم جدا جدا جدا. ده برودراج للتربيتالين ده ثانية اكتب عليه برودراج للدواء اسمه ايه سموها للدواء اللي جنبه بحيث حضرتك لما بتاخده يتأكتف جوه الكبد يتحرك الى التربيتالين. ايه اللي صار؟ اوكي؟ البانا الادفيرس افكت دي درسناها السنه اللي فاتت عن عينها الان طبعا مش هتسال على السنه اللي فاتت. ايه هي الادفيرس افكت بتاعت هذه الادويه؟ بالنسبه للادفيرس افكت بتاعت الادويه دي كنا قلناها السنه اللي فاتت عميقه قوي. كنت بشبهها لكم كده كنا في الادفيرس كنا بنقول ثلاث ترابيزات في الفيديو كده حاجه كانت ثلاث كوبايات اول السنه. هي الأدوية دي في الأساس تشتغل على فيتامين صح؟ أنا عاملها مخصوص أشتغل بيها على فيتامين عشان أعرف إن أشتغل فيه دواء. لأن حضرتك مش معقول واحد كحة دي بتعمل إيه ضربات القلب؟ طبيعي ضربات القلب بتزيد مش عاقل يعني إن أنا أديك دواء كمان يزود ضربات القلب. فقال لك خليك فيتامين بس وما تجيش جنب بيتا واحد بس. عشان كده حتى الإبريفرين لو بصيتوا في نص الصفحة اللي تحت ما حدش بيعمره في الأزمة إن أنا غلطان. هل ينفع أديك الإبريفرين في أزمة ليه؟ ده يشتغل لك على الفا واحد ويرفع لك الضغط، يشتغل لك على بيتا واحد ويزود لك ضربات القلب ومجهود القلب اللي هو اصلا بيتهرس وانت بتكح. قال لك لا خليك سلكت مين فقط سمعوني هات سلكت على مين بس على بيتا كده. بس خلي بالك انت كده مش حلو ان انت مش هتعمل وقلنا الكلام ده السنه اللي فاتت لو انا خدت من البخاخه كميه كبيره نفس ليه؟ لو زودت من جرعه البخاخات هتشتغل بيتا اتنين بس ولا هتشتغل بيتا واحد؟ قلنا الكلام ده. فدور على كيف التاكي كارديا بس لازم تعرف ان التاكي كارديا بتحصل امتى في جوش دوز ولا في الهاي دوز. يعني تاخد اربع بخاخات خدت 12 بخاخه واحده تلاقي ضربات قلبك بتزيد كانك واخد ايبريفرين بالظبط. طبعا واحنا صغيرين كنا لسه شايفينكم في الجنرال وكنا بنقول ان الادويه دي مع الوقت عدد الريسبتور بيبتدي يقل صح ولا غلط؟ عمال احفزها في كلمه تولرنس ده نتيجه ابو ولا وعلمونا زمان ان البيتا 2 بتشفط البوتاسيوم بتدخله في السكيلت المصري فكانت العضلات تبتدي تترعش عشان يحصل تريموز صح؟ كان البوتاسيوم بيقل في الدم فدور على كلمه هاي بار ولا هاي بوكاليميم. هاي بوكاليميم الكلام ده كله قديم. فاعتقد الكلام ده قلناه قبل كده كلمه تريموز وكلمه تاكيكارديا وكلمه ايه؟ تولرنس وكمان هاي بوكاليميم وكان رقم خمسه هاي بوكسيميا. هاي بوكسيميا هو بيقلل الاكسجين في الدم. ازاي يا دكتور؟ بس احنا وجدنا انه بيزود الدم. يعني ايه؟ هتقول ازاي؟ الفكره كلها ان الدواء ده وجدنا ان هو بيعمل الاماكن ديفيوجن اكتر ما بيعمل الاماكن ديفيوجن. مش احنا اتفقنا ان الدواء ده باظه ايه؟ سمعوني ها دايليت وفي نفس الوقت برونكو ايه ها دايليت. مش هو بيطرد الكالسيوم منين ومنين؟ سمعوني بيطرد الكالسيوم الاخر. فوجدنا لو كان عندك اي مكان او اي حجم في الدم لو كان حجم الدم كده كان جواه اكسجيناي. ايه رايك لو عملت لك حجم الدم كده والاكسجين زي ما انت شايف؟ ها؟ هل كده الاكسجين قل كونسنتريشن ولا هو قل بالنسبه للدم؟ سامعني هو قل بالنسبه للدم. فهو مش بيقل اكسجين بالعكس ده هو بيزود اكسجين بدليل ان هو بيعمل برونك كويسه مع الدايلاتيشن. بس هي الفكره انه بيزود دخول الدم للتيشو اكثر ما بيزود دخول الاكسجين للتيشو. فمع الوقت هتلاقي نسبة الأكسجين في الدم هترد على سؤالك تبقى قليلة.
ده طبعا فيك فيك يعني دي حاجه نسبيه، لكن الاكسجين طبعا حلو كل حاجه، لكن لما نيجي نحسبه بتجد ان هو خفيفه، عارفين يعني ايه خفيفه؟ نتيجه ان مين دخل اكتر من مين، سمعوني هبدأ في دم اكتر من الجزء التحتاني مش عايزينه، بس عايزين نعرف حاجه ان اللي بنفرق وحش زي ما انتم شايفين، وعرفنا ليه ان هو وحش عشان بيشتغل بيه تبعك شغل الانف بيعمل بيرفع ضغط، بس ممكن بس يبقى حلو لو الازمه دي كانت جزء من الانفلاكتيك شوك. تاني فاكرين الكلام السنه اللي فاتت كنا بنقول الانفلاكتيك شوك المشكله مش مشكله جهاز تنفسي فقط، المشكله مشكله قلب كمان وفيزيك. هل البيتا 2 هتسعفك في الانفلاكتيك شوك؟ انت محتاج في الانفلاكتيك شوك حاجه تكون بتعمل لك ايه في الضغط؟ ترفع لك الضغط كمان. فبيقول لك لو الازمه ده جزء من ايه؟ بص ميلي يوز ان اكيوت اتاك اوف ها برونكوس باز سبيشالي فين؟ لو جوه انفلاكتيك. الفيدري طبعا بطلنا نستخدمه. هنبيض الصفحه دي خدناها ما خدناهاش مع زمايلنا، هناخدها النهارده ان شاء الله في الحصه الثانيه ونخش على الدواء المهم. طبعا احنا الاسبوع اللي فات بدانا نشرح نظريه كتاب ما ينزل، كنا ماشيين متخوفين لكن الحمد لله ما زودوش حاجات كتير. فكنا بناخد الحاجات الاكيد اللي هتفيدنا عشان كده طويل الدواء ده. كتاب لسه نازل تقريبا من حد الاثنين. ده مهم جدا. وتقريبا الامتحان بتاع السبت كله عايز فيه. ان شاء الله يعني ليه؟ لان حضرتك البيتا 2 ما اعتقدش هيسالك فيها لان انت اوريدي خدتها في سنه اولى ولا انا غلطان؟ فهو التركيز كله على الدواء، فده تذكره عن ظهر القلب. الدواء ده اسمه زنسين، هو اسمه ايه؟ فيتامينسايد زنسين. الزنسين ده ناتشرال يعني نبات. نبات لو حطيته في ميه سخنه بتجري بيطلع لون اسود، نبات لو اتحط في اي ميه سخنه بتجري بيديك لون اسود، طلع منه مشتقات كتيره بنشربها كل يوم، بناكلها كل يوم. طلع منه الشوكليت والكاكاو والكوكاكولا والكافيين ودواء خدناه اسمه سايوبيك. وبالتالي حضرتك وانت بتتكلم على الدواء ده فكر القهوه بتعمل فيك ايه؟ لو القهوه بتسهرك يبقى الدواء ده هيسهرك. لو القهوه بتزود ضربات قلبك وبتخلي ضربات قلبك تحس انها قويه قوي يبقى الدواء ده هيزود ضربات قلبك. لو القهوه بتخليك لا تشعر بالفتيج وتحس كده ان انت عندك باور الدواء ده فعلا بيخليك عندك باور. لو القهوه بتخليك عصبي ومزاجك مش معدول شويه ممكن يعني هنرجع كتير قوي لشعورنا في القهوه واحنا بنتكلم عن الدواء. انا عايزك تتكلم عن الدواء ده من النص اللي تحت. يعني من اول كلمه مودو ايه سمعوني كلمه مودو. الدواء ده بيشتغل ازاي؟ تحت يعني تحت لو كملنا نفس الرسمه كان عندنا في البلاد برضه كنا نقول في السايكل اللي بيرد علينا سايكلينج بيكون بيكمل الميتابوليزم بتاعه عن طريق انزيم اسمه ايه؟ انزيم اسمه فوسفو في حاجه كده اسمها فوسفو دايستريز. وكان لما السايكلينج بيتكسر بالفوسفو دايستريز كانت بتحول حاجه اسمها 5 ايه؟ صح؟ عملنا انت الحركه دي في البلاد قبل امتحان الترم اللي فات. قال لك طالما انت مش قادر تزود تصنيعه او الدواء اللي انت بتزود فيه التصنيع ما عادش بيجيب نتيجه ممكن تديه دواء يعمل ايه؟ سمعوني يمنع التكسير. صح؟ الدواء ده مين؟ اللي هو الزنسين. يبقى الزنسين هو نفس الفكره بس شغال من تحت، يعني انت لو طبقته في الصفحه يطلعوا ميرور ايمج لبعض. هي النتيجه ايه؟ او اللي انت عايزه ايه؟ مش ان انت تضرب الكالسيوم هترد عليه؟ عاوز تضرب الكالسيوم عايز ترش مبيد حشر. مين هو المبيد الحشر اللي انت عايز ترشه في سايكل كيميبي؟ طب انا ممكن ازود سايكل كيميبي بزياده السنس. بس افرض الادويه مش شغاله نتيجه حصل داون ريجوليشن. صح؟ يعني ايه داون ريجوليشن؟ ريسبت البكاشه دكتور معلش جاي بلدي والعيان هيموت مني يبقى لازم يكون في بديل. البديل مش هيشتغل من فوق، البديل هيشتغل من تحت، البديل مش هيزود سنس، لا البديل هيقلل الميتابوليزم. انتوا عارفين الكلام ده شفتوه معانا في البلاد، لما بقلل الميتابوليزم الماده تتراكم. صح؟ وبالتالي اعمل نفس اللي عملته بالبيتا دي، هحط لك بردك السايوفيلين هنا على الكواليس. اهي. بقول لك ان السايفرين علامته عنده زياده فين؟ سمعوني اعمل منه حاجه شورت ايه؟ اكتنج بتاخد في الاتاك واعمل منه حاجه شورت ولا لونج اكتنج سمعوني لونج اكتنج بتاخد ان بتوين اتاك. اتفضل اقرا المود اوف اكشن. وبالتالي مكتوب عند حضرتك ان السايفرين قول السايفرين بيمنع انزيم اسمه بي دي اي. مين هو؟ مين هو البي دي اي ده؟ اللي هو فوسفو دايستريز. لما بيمنع هذا البي دي اي السايكلك بيبي بيزيد. لما سايكل الام بي بيزيد الكالسيوم بيقل فبيحصل نفس السطرين اللي بدانا بيهم اللي هم مين ومين؟ برونكو دايجستيشن ستابيلايزيشن كامل
والمصري ستابلايزيشن هيمنع افراز الهستامين والماده الخبيثه اللي هي السيتوكين. ماشي، بس انا كده مش زيك. هو البيتا 2 كان ليها 2 اكشن بس ولا ليها 3 اكشن؟ سامعوها كان ليها 3، 2 على المسرح وواحد في الكواليس. صح، يبقى لازم يبقى في اكشن ثاني. صح، لمين؟ السيتوكين دي اللي هو ايه؟ وجدنا بقى يا شباب ان السيتوكين دي دور كمان. ايه هو دور؟ بسم الله. وجدنا ان السيتوكين ليه دور كمان. ايه دور؟ وجدنا انه بيمنع ماده اسمها ادينوزين. اللي فيكم عايز يذاكر على فكره، لما بقول سيتوكين هو زانسين. ماشي كده، لما بقول زانسين كاني بقول ايه؟ سيتوكين. زانسين ده نبات اللي طالع منه كل المركبات اللي احنا بنركز فيها على مركب وحيد اللي هو مين؟ السيتوكين. فلما بقول لحضرتك الدواء اللي اسمه سيتوكين كنت بحفظه زمايلك ازاي؟ هنقول ان هو بينهبت البي تي. عنده اعتراض؟ لا. هنعرف ان هو بيستيميليت سي تي زي. انتوا خدتوا معانا في اي تي وعارفين سي تي زي دي المكان بتاع البومب. هنعرف كمان ان هو بيستيميليت ريسبيراتوري سنتر. وهنعرف كمان ان هو بينهبت الاديوزين. الله، يبقى انا بحفظه كده. السيوفتر انهبت استيميليت استيميليت انهبت. طب ما احنا دي خدناها، خدنا فيها ايه؟ لما منعت البي دي اي حصل ايه في السايكل بي؟ سمعوني ها؟ انطقوا معايا السايكل بي. فطرد مين؟ فطرد الكالسيوم. فطرد الكالسيوم فحصل ثلاث حاجات. ايه وايه وايه؟ فحصل البروشن دايزيس بعد كده دواء شورت اكتنج يساعدني في الاتاك. وحصل نص ستابلايزيشن فاعمل منه حاجه اسمها اس ار. عارفين يعني ايه اس ار؟ طويل في الفروع فتسايكل في الاتاك ولا تسايكل ان بتوين اتاك ان بتوين اتاك. وكمان هيعمل لي بازو ايه؟ سمعوني يعني برضه بلاجاتيش نفس اللي حصل بالبيتا 2. يعني معنى كده الدواء ده ممكن يعمل لك ايه في الضغط طالما بيعمل لك بازو دايليشن؟ يعني يقلل الضغط. يعني ممكن كتر تعاطي السيوفرين يؤدي الى هايبر وهايبو هايبوتيشن. ادي واحده عارفينها. بس كانوا علمونا زمان كده حاجه، يقول لك السايكليك ام بي بيطرد الكالسيوم في كل الاماكن، كل الاماكن بتطرد. مش عارف قلت لكم الكلام ده من كل سنه كده، ما عدا مكانين فقط بتجد الكالسيوم زاد فيه. وده مرتبط بحاجه اسمها كالمودولين. تسمع عن حاجه اسمها كالمودولين؟ الكالسيوم هنا السموس مصر بتاعت القلب والسكيلتال غير بتاعت الجسم كله. فتجد الكالسيوم يكون زايد في القلب، وتجد الكالسيوم انه زايد معاك في العضلات. فتحس ان العضلات عندك الباور بتاعها قوي جدا، وتحس ان ضربات قلبك قليله ولا زياده جدا؟ زياده جدا، سبحان الله. فبالتالي نبتدي نفسر ليه وانا راجع مجهد اشرب فنجان قهوه احس ان انا ممكن اقعد اذاكر لي نص ساعه كمان ولا ساعه. بحس بالفتيج اللي في العضلات عندي بيبتدي يقل. ان هو بيعمل ايه في الكالسيوم جوه السكيلتال مصل؟ سامعوني، بيزود الكالسيوم في السكيلتال مصل وبيزود كمان الكالسيوم في القلب. هتفسر لي حاجات كتير. ليه لما بشرب قهوه بحط راسي على المخده بسمع صوت ضربات القلب؟ صح؟ بسمعها بطيئه ولا سريعه؟ سريعه وقويه، الضربه قويه نتيجه ان مين زياده جوه العضله بتاعت القلب؟ ماده الكالسيوم. طب يجي يقول لك بيمنع كمان ماده في دمك اسمها اديوزين. الماده دي عاده بتفرز عندك ليلا. الماده دي عاده ما بتفرزش غير ليلا. ربنا بيطلعها ليلا ليه؟ ماده تسمى اديوزين. لازم تعرف الماده دي ربنا بيطلعها ليه عشان تعرف لما اقفلها هيحصل ايه؟ يقول لك الاديوزين ده يا دكتور لما بيطلع بالليل بيقلل لك ضربات القلب. لوجيك على فكره، عشان انت في الليل مش عايز قلبك يضخ كتير، انت نايم. وبالتالي ايه رايك؟ لما اقفل الاديوزين ها؟ انا كده ده الادينوزين. لما اقفل الادينوزين يحصل ايه؟ ضربات القلب يزيد. يبقى كده الدواء ده ممكن يعمل لك تاكيكارديا بطريقتين. ازاي؟ يزود الكالسيوم. تسمع معايا كده، الدواء ده ممكن يعمل تاكيكارديا بزياده الكالسيوم في القلب. ثاني حاجه لو بيعمل ايه في اس ان او؟ يزودها عشان يشيل الانهبيشن اللي عليه. يقول لك كمان الادينوزين كان بيعمل لك برونكو كونستريشن. الله، عشان كده ما حدش فيكم لاحظ ان الكحه لو بالنهار قليله تستلمك امتى اكتر؟ تستلمك اكتر لما تخش السرير وفي الغلطه كده تجد ان الادينوزين افرز. فعمل ايه في البرونكاي؟ وسعها وضيقها. ضيقها، انت مش عايز هوا كتير وانت نايم. يبقى لما اديك ادينوزين، لما اديك سايوفيلين سامعوني، وامنع الادينوزين هيحصل لي برونكو ايه؟ كوليستريشن ولا دايليشن؟ الادينوزين بيضيق، يبقى السايوفيلين بيعمل ايه؟ بيوسع.
يبقى انا كده بقول لك انا ممكن اوسع الشعب الارضية كل ذات مرة قبل الكالسيوم ومرة تانية بقفل الأدينوزين. ايه المودو فاكشن رقم ثلاثة؟ فكاتب لك المودو فاكشن التالت شايفينه؟ ما انت عندك تحت المودو فاكشن اللي قفل في نفس الصفحة يا دكتور. السطور مكتوب ايه رقم واحد؟ ايوه ثالث سطر في المودو فاكشن بيبلوك مين؟ سمعون الأدينوزين، فذلك ممكن يؤدي إلى برونكو. إذا هو بيعمل برونكو دايلاتيشن ويمنع مادة تعمل برونكو، سمعون هو بيعمل بإيده برونكو ايه دايلاتيشن ويمنع عنك مادة وحشة بتعمل لك كوليسترول. صح؟ تمام؟ يقول لك الأدينوزين ده كمان بيطلع عشان يعمل لك في مخك سيريبرال بازو دايليشن. عشان وأنت نايم تنام نوم عميق وما يبقاش فيه إسكيميا وما يظهرش ميتابلايت تصحيك أثناء النوم. لا يبقى أنا لما باخد السايوفيلين يحصل لي سيريبرال بازو دايليشن ولا سيريبرال بازو ايه؟ سمعون السيريبرال بازو كوليسترول. ده كمان الأدينوزين لما بيطلع ليلاً يحميك من التشنجات، يعني بيقلل من فرصة حدوث الكولوجين. صعب تتشنج وانت نايم انك تحت حماية الأدينوزين بعد ربنا طبعاً. يبقى السايوفلين ممكن يعمل ايه في التشنجات لو خدته التوكسيك دوز؟ يقللها ولا يزودها؟ يزودها. ودي بتبقى تشنجات من أخبأ أنواع التشنجات اللي هتشوفوها في التوكسيكولوجي. هتاخده في سنة خمسة إن شاء الله توكسو. هتعرفوا إن في مادة اسمها سايوفلين. وعارفين السايوفلين معايا في السنه اللي فاتت لما كان الادويه الوايد ولا نارو اندكس، كنا بنقول لكم الدواء ده مغذي ان هو دواء يعتبر توكسيك وسام، لان الفرق ما بين الجرعه العلاجيه بتاعته والجرعه التوكسيك واسع ولا ضيق. فلو واحد خد منه جرعه كبيره بيتشنج، بس التشنجات بتاعت السايوفلين من اخبى انواع التشنجات. ممكن عضلات تتقطع فيه ليه؟ انك بتعمل تشنجات على عضلات ضعيفه ولا بتعمل تشنجات على عضلات مليانه ايه؟ كالسيوم. ايه رايك الكالسيوم اللي بيزيد في العضلات ده بيعمل ايه في التون بتاع العضله؟ بيخلي العضله الى حد ما لينه ولا يخلي العضله ناشفه؟ العضله لما تكون ناشفه وتتشنج تتقطع، لما العضله تكون ناشفه وتتشنج تنفصل عن التندون، لما العشره تكون ناشفه وتتشنج يبتدي. عارف انت لما تجيب شوكه وسكينه مع حته لحمه وتقعد تقطع الفايبر بتاعتها، بيبقى من ألعن انواع التشنجات اللي هتشوفوها في الطب هي تشنجات السايوفيلين، انك بتعمل تشنجات في عضلات لينه ولا تشنجات في عضلات ناشفه جدا ناشفه. خدتوا معايا السنه اللي فاتت حاجه اسمها سكيليتال مصر لاكسا، وخدتوا معايا دواء اسمه ساكسنايل كولين كان سكيليتال مصر لاكسا. ده كان بيعمل ايه؟ كان في علاج اسمه الكترو كونفالسيف ثيرابي مكتوب عندكم ان في بعض الناس بنعالجهم بالكهرباء، صح؟ فاكرين كنا بنعملهم ايه قبل ما نعالجهم بالكهرباء؟ كنا نسيبهم كده ونديهم ايه قبل العلاج؟ سكيليتال مصر ايه؟ ريلاكس. عشان العضله وهي بتتشنج تبقى عضله ناشفه ولا عضله لينه؟ لان العضله. فاهمين حاجه ولا اللي انا بقوله؟ هما عاملين كده ايه اللي بيخلي تشنجات السايوفيلين مؤذيه؟ ما تصحوا يا جماعه، عشان العضله فيها ايه كتير؟ كالسيوم. اتفضلوا قولوا لي شغل الادينوزين ايه من شغل السايوفيلين؟ ادينوزين ربنا بيطلعه ليلا لاربع حاجات: يحميني من التشنجات، يعمل لي سيربرال بازو دايلاتيشن، يقلل لي ضربات القلب، يضيق لي الهواء اللي داخل صدري. يبقى السايوفيلين يعمل ايه؟ ضربات القلب، يزود ضربات القلب، يعمل برونكو دايليشن، يعمل سيريبرال فازو كونستريكشن، ويعمل ايه في التشنجات؟ يزود الريسك بتاعها. طب اللي بياخد كده قهوه يا دكتور انت بتضحك علينا، مش القهوه دي زيها زي مين؟ سامعني القهوه دي زيها زي مين؟ زي السايوفيلين. انت عايز تفهمني ان القهوه بتعملني في دماغي اسكيميا؟ القهوه بتعملك في دماغك سيريبرال فازو ايه؟ كونستريكشن. يعني انت لو معاك ورقه وعايز تذاكرها في وجود القهوه تاخد فيها ثلاث اضعاف لو هتذاكر الورقه دي من غير قهوه. القهوه بتخليك سهران وفاتح عينيك بس مفيش تركيز. القهوه بتخليك سهران وفاتح عينيك بس كميه الدم اللي في دماغك كتيره ولا قليله؟ قليله. في اسكيميا في دماغك. فهتلاحظ انك لما بتاخد قهوه وبتسهر اربع خمس ساعات البروجريس بتاعك في المذاكره ما يجيش قد ساعه بالنهار. ما يجيش قد ساعه من غير قهوه. الكلام ده ما حدش بياخد باله منه. الكلام ده بس الناس عايزه تسهر وخلاص وتفتح عينيها وخلاص وتقضي الليل كله سهرانه وخلاص، لكن الاكتيفيتي اللي انت بتحصل عليها من القهوه بتبقى قليله جدا. انت حاسس ان انت باورفول وصاحي لكن الدم اللي في دماغك رد على سؤال كتير ولا الدم قليل؟ خلاص قولوا لي لو سمحت السايوفيلين دي كام مود اوف اكشن؟ هو منع انزيم اسمه ايه؟ سمعوه البي دي اي. لما منعنا البي دي اي ذلك ادى الى زياده مين؟ سمعوه السايوفيلين. طرد الكالسيوم من حتت وزودها في حتت. لما زودها في السكيليتال مصل بقى فيه باور، لما زودها في قلبي بقى فيه ضربات قلب زياده، لما طردها من الفيزل وسع، لما طردها من المصل حصل لها ستابيلايزيشن، لما طردها من البرونكاي وسع،
منع كمان الادينوزين فبيوسع البرونكاي بطريقه مضاعفه. ده هو زي ما انت شايف لازم تدرس الانتراكشن بتاعه. بص كده على الصفحه اللي انت فيها هتجد الانتراكشن بتاعته خطيره جدا. ليه يا فندم؟ يعني انا بقول لك من شويه الدواء ده يعتبر وايد ولا ده نارو؟ نارو. وهنعرف كمان ان الدواء ده بيتبع قانون خدناه في الترم والسنه اللي فاتت. ففي حاجه كده اسمها ساتوريشن كاينتيك. فكيف لما الدواء يبقى ربنا عامل له انزيمات كتيره ولا انزيمات قليله؟ انزيمات قليله تكسره. فلو زودت جرعته حاجه بسيطه الانزيمات تتشبع. فمعنى كده لما اقول لك خدي من الدواء ده 5 سم تسمع الكلام وما تاخديش اكتر من 5 سم. لان انا عارف ان عندك جوه الكبد انزيمات على قد ايه؟ 5 سم بس. يبقى في مشكلتين في الدواء ده. يخليني وانا باخده اخده وخلاص ولا لازم اعمله مونيتورنج للسيرم ليفل؟ لازم اشوف نسبته في دمي قد ايه؟ ولازم ابص على العوامل دي. يعني على ايدك الشمال يقول لك حاول الدواء تخلي بالك من جرعته. لو بتاخد واحد كبير في السن او حديث الولاده اتفضل اقرا، او واحد عنده ليفر ديزيز، او واحد عنده هارت فيلير، او واحد يكون عنده مشكله في الكبد. ليه كل ده؟ لان يعني كل الناس دول تكسير الدواء فيهم بيكون قليل. يعني العجوز ده الليفر بتاعه بايظ، الطفل الحديث الولاده الليفر بتاعه اماتيور. لما يكون في فايرال هيباتايتس الليفر بايظ. لما يكون في هارت فيلير الدليفري بتاع الدواء اللي وصل لكبدك هيبقى كتير ولا قليل؟ كلمه هارت فيلير معناها ايه؟ كارديكال بوت كتير ولا قليل؟ قليل. فالدليفري اللي هياخد الدواء، ها دكتور، الدليفري اللي هياخد الدواء ويوديه للكبد هيبقى كتير ولا قليل؟ قليل. فالمهم كل دول تكسير الدواء فيهم بيكون كتير ولا قليل؟ قليل. فلازم اعمل ايه في الجرعه بتاعت الدواء؟ اقلل. طبعا لو خدت كمان انزيم انهبيتور هتبقى المصيبه اكبر. مش خدنا في الترم الاولاني حاجه اسمها السنه اللي فاتت حاجه اسمها انزيم انهبيتور؟ يعني انت جاي بتنيم الكبد مباشره. على النقيض تماما لو انت بتشرب سجاير، لو بتشرب كحول ما تسرحش. لو بتشرب سجاير، لو بتشرب كحول، لو طفل صغير، الطفل الصغير اللي عنده 10 سنين الكبد بتاعه بيكون قوي جدا. هتعمل ايه في الدواء؟ هتكسر منه ببطء ولا تكسر منه اسرع؟ اسرع. لو بتاخد انديوسر كمين حاجه. ايه اللي بيحصل؟ هيقول لك لو سمحت الجرعه ممكن تقل في مين ومين ومين وتزيد في مين؟ الجرعه لازم تقل في كبار الخضه، الجرعه لازم تقل في كبار السن، تقل في حديث الولاده، تقل في الهارت فيلر، هتقول الهارت ماله؟ الهارت بيأثر على الليفر. وتزيد الطفل الصغير اللي بيكسر بسرعه، بتزيد مع الخمر، بتزيد مع الكحول، بتزيد مع السجاير. خلي بالكم من الاسئله العبيطه. نخش على الفارماكولوجيكال. بس قبل ما نقول الفارماكولوجيكال اللي فات ده كان اسمه هودو فاكشن. يعني ايه كلمه فارماكولوجيكال اكشن؟ الدواء بقى هيأثر على ايه بقى تاني في جسمي؟ ولا ايه؟ مش خدتوا معانا حاجه اسمها فارماكوديناميك تأثير الدواء على الجسم كله؟ هو ده الفارماكولوجيكال اكشن. مش هيطلع منهم حاجه ان شاء الله بره الحاجات دي. صباح الفل. نعم. خير. الايه؟ عايز تفضل. نعم. طيب. الدواء. مكتوب عندك الكاينيتك حضرتك تقراها، مكتوب عندك ان هو بيتكسر ازاي وان 90% منه بيتكسر في الكبد. طبعا ده اللي بيخليه حساس جدا للانديوسر والانهبيتور ولا ايه؟ وان الدواء ده بيتبع قانون مين؟ ها ها ساتوريشن. ايه عارفين يعني ايه كلمه ساتوريشن؟ ايه كاينيتك؟ فاكرين يعني ايه كلمه ساتوريشن كاينيتك اصلا؟ انا قلتها ساتوريشن كاينيتك يعني الانزيمات اللي في الكبد كتيره ولا قليله؟ قليله. فلما اقول لك خد جرعه منه لازم تلتزم بالجرعه دي. لان حضرتك لو زودت 1 سم يعني ال 5 سم في كده انزيمات ولا انزيمات حصل لها تشبع؟ طالما حصل لها تشبع يبقى الجرعه اللي انت خدتها زياده دي هتتراكم في الجسم. ولما تيجي تكرر هتجد ان الجرعه بتتراكم من غير ما تاخد بالك، صح؟ قلنا الكلام ده السنه اللي فاتت. ده بيؤدي الى حاجه اسمها انكسبكتد توكسيستي. خاصه انك بتتكلم كمان في دواء وايد اندكس ولا دواء نارو؟ نارو سيربيتيك اندكس. وده اللي يخليك لو تبص تحت حضرتك في المستطيل اخر حاجه خالص يقول لك في زياده تحت خالص لو رقم 7 شايفينه حضراتكم. الريسك اوف توكسيستي بتاعت هذه الادويه قليله ولا زياده؟ زياده لاسباب متعدده. لسه بقول لحضرتك ان هو نارو ايه سمعونها سيفتي مارجن. رقم 2 ان هو يتبع قانون الساتوريشن. ده يتطلب على ايدك اليمين انك ما تسيبيش العيان كده، لازم كل شويه تاني تطمني على السيرم ليفل، خاصه ان الرقم اللي بيخففك من 10 ل 20 بس. يعني انت بتتكلم في رينج مش كبير، بعد كده الدواء هيبقى توكسيك. في عربية مشهورة قوي في الخليج اسمها جيمس.
جي ام سي، بناخد الجيمس دي ونعمل منها بقيه الاكشن. هو بنعمل تاثيره على الجي اي تي ونعمل تاثيره على الجلوميرولاي. شوف كده الجي اي تي لو سمحت، ايه رايكم الكافيين بيعمل ايه في المعده؟ القهوه بتعمل ايه في المعده؟ اهو اريتيشن، وممكن تعمل قرحه في المعده، ممكن تتسبب في غثيان. ما تنساش كمان هو بيحفز منطقه اسمها ايه، سمعون ده السيتي. فلو بصيتي على الاكشن هتلاقي الاكشن على ايدك الشمال، وعشان الاكشن ده يؤدي الى الادفيرز افكت على ايدك اليمين والاحتياطات الواجب اتباعها والكونترا انديكيشن اللي موجود على اليمين. فبقول لك خلي بالك هو الريتنت بيزود لك افراز حمض مين، انتوا خدتوا معانا جي اي تي حاجه اسمها اتش سي ال، ده يتطلب ان العيان او ده يشعر ان العيان عنده حاجه اسمها انوركسيا. يعني ايه كلمه انوركسيا؟ يعني دايما نفسه مسدوده لان في وجع في بطنه، ده غير ان هو محفز له حته في البرين اسمها سي تي زي. ممكن الموضوع يقفش ويقلب بجد يعمل فوميتنج، ممكن يؤدي الى ألسريشن. لازم يا ريت حضرتك لما تشرب فنجان قهوه او تاخد الادويه دي يبقى معاها اكل، نص سندوتش كده ولا نص رغيف ولا حته بسكوت عشان تتجنب الاريتر. الجديد بقى في البارتيشن بتاع الجي اي تي ان ده معمول منه حاجات كتير، منها اللبوس، اسمها حاجه اسمها تحاميل او الاقماع، لبوس بنحطه للاطفال الصغيرين. مشكله اللبوس ده ان الواكس اللي بيبقى عليه بيبقى عليه ماده كده شمعيه، لما بتدوب في درجه حراره الجسم لما بتخش جوه الريكتم بتطلع الماده الفعاله. الماده الفعاله دي بتبقى الريتنت على جدار الريكتم بتاع البيبي، او بتبقى الريتنت على جدار او فتحه الانس. ده بيخلي الطفل يهرش فيها ويحس فيها بالم اثناء الديفيكيشن. المرض ده بيطلق عليه لقب البروكتايتس. يعني ايه كلمه بروكتايتس؟ بروكتم يعني انس وريكتم مع بعض، المنطقه بتاعه مين ومين سمعوني، الانال اريا والريكتال اريا بتسمى بروكتم. فالالتهاب في المنطقه دي بيسمى ايه سمعوني؟ الالتهاب ده بيسمى ريكتايتس ولا بروكتايتس؟ بروكتايتس. ده شغل على الجي اي تي، كلام سهل خالص. الشغل الثاني بتاعه هو المفروض يبقى على كده، هي جي الثانيه هي المفروض تبقى كيدني، بس انا قلت اخليها جلوميرولاي عشان افكرك انه شغال على كده. بص كده على الكيدني اعتقد ان هو دايوريتك. حد يقول لي دايوريتك ليه؟ وكلنا لما بنشرب بيبسي بنخش الحمام كتير، او لما تشرب قهوه كتير بتلاقي ان في اضرار للبول. انت ناس ان هو فازو ايه سمعوني؟ ها فازو ايه دايليتك؟ مش الفازو دايليتيشن ده هيخلي الدم اللي راح لكليتك قليل ولا كتير؟ سمعوني كتير. مش هيوسع رينا بلاد فلو؟ ولما وسع رينا بلاد فلو الفلتريشن هيزيد. يبقى الدواء ده ممكن لو بصيت هتلاقيه بيرفع الضغط كده ولا بيوطي الضغط كده، بيوطي الضغط بكذا طريقه. ازاي يا شباب؟ مش هو فازو ايه سمعوني دايليتك؟ وكمان هو دايليتك اي كلام يعني، مش قد كده، حتى مكتوب قدام حضرتك ان هو دايوريتك سيفير يعني ولا مايل؟ ها مايل، ما حدش قال دايوريتك دايوريتك يعني، بس هو بيساعد على ان ضغطك ها يبتدي ينخفض. لما نيجي نتكلم مثلا يا فندم على حاجه زي السي بي اس وحاجه زي السي بي اس، هات لي كده السي بي اس الاول. اتفقنا في السي بي اس ضربات قلبك قليله ولا كثيره؟ سمعوني ها؟ كثيره. يلا ضربات القلب بتبقى قليله ولا فيها تاكي كارديا؟ تاكي كارديا اهو مكتوب ان هو بوستيف فينوتروبيك وكمان بوستيف. لا خمس دقايق بالظبط هخلص. مكتوب ان الدواء ده بوستيف ايه سمعوني؟ مينوتروبيك بوستيف كرونوتروبيك، اظن واضح. وبيعمل ايه في الكالسيوم؟ بيزوده ها؟ وكمان ضد شغل مين؟ ها؟ الادينوزين. فده ممكن زي ما انت شايف يؤدي الى حاجتين، ايه وايه؟ ها؟ قولوا على ايدك اليمين ممكن يؤدي الى اريزمي صح؟ ممكن يؤدي الى تاكي كارديا، ده كمان ممكن يؤدي لكارديك اريست. يا نهار ابيض. فيقول لك لو سمحت ما تحقنش سايفولين رابيد. لان احنا وجدنا انه ممكن يحفز السي تي، عارفين حاجه اسمها كارديك انهبيتوري سنتر. حتى يقول لك ما تكتريش من شرب القهوه اكتر من 28 فنجان في اليوم. 28 فنجان في اليوم ممكن يؤدي الى اريست في ده. هتقولي انشرب 28 فنجان ازاي؟ لا ما هي الفناجين دي كانت زمان لما كنت مثلا هي بتتقدم في العزاء او في كذا، لكن انت دلوقتي لو ماشي بعربيتك على الطرق بتجد اون ذا ران واللي هي الحاجات اللي هي بتبقى في الريست دي، يديكوا القهوه في مج، المج ده او في بتاع كبير كده بيبقى فيه 8 فناجين، يعني بيبقى معيار 8 فناجين. انت لو عملت من دي 4 في اليوم يبقى انت كده جبت التوكسيك دوز، فممكن تلاقي ضربات قلبك دب 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 وتقف. فخلي بالك ان السايوفيلين اللي هو مشتق من مشتقات الكافيين ممكن يتسبب في التوكسيك دوز في ايه سمعوني؟ ها مش بس تاكي كارديا وارزمي، ممكن يقعد يضرب 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 وفجاه رد على سؤالي ها تلاقيه يتوقع. وبالتالي خلي بالك ان الدواء ده لما بنيجي نحقنه انترافينس، هتقول لي احقنه امتى انترافينس؟ ما انا قلت لك في ناس ما بيستجيبوش للبخاخه. رد عليا، مش في ناس ما بيستجيبوش للبخاخات وبالتالي لازم ادخله اي سي يو وبالتالي لازم اعلق له كانيوله والكانيوله اديله فيها ادويه. فساعات واحنا بندي ما تديهوش بسرعه، ولا انا غلطان؟ تحاول تديه بسرعه ولا تديه ببطء شويه؟ تديه ببطء.
زي ما انت شايف حضرتك الانوت دي بتعمل بازل ايه يا شباب؟ سمعوا ده شو الدواء ده بيطرد الكالسيوم فبيعمل بازل دايلاتيشن، بس محتاج زي ما انت شايف اقرا كده، محتاج سمول دوز ولا لارج دوز؟ سمعونا بيحتاج لارج دوز، بس على فكره ما بيقدرش يوسع السريبرال لان السريبرال بيحصل فيها بازل ايه ونسبه. خلي بالك من الكلام ده كويس جدا، وده مطبق في المسكين. هو المفروض الود ودو يعمل دايلاتيشن في المخ، بس عشان شغل المخ مش مرتبط بيه، شغل المخ مرتبط بانك عملت انهيبيشن لماده. ايه هي الماده دي؟ اللي هي ماده الادينوزين. ده اساسا كان عامل لك ايه في المخ؟ دايلاتيشن. فلما وقفت تاثيره ابتدى يحصل كولابس. هو يقدر يفتحه بس واضح ان تاثير الادينوزين اقوى منه، فلما شال تاثير الادينوزين حصل ايه في الفيزل؟ ابتدت تنقبض. فخلي بال حضرتك انه بيوسع تقريبا كل اوعيه الجسم. رد عليا من النقطه دي، والكلام ده واضح من البورد، انه بيوسع كل اوعيه الجسم ما عدا وعاء واحد بس ما بيقدرش عليه، لان ليه ولي امر، يعني مش متساب كده. مين اللي وليه ولي امر؟ اللي هو السرب. حد فاهم حاجه؟ نقرا كده مع بعض. فلو بصينا على السي في اس هنجد ان هو بوزيتيف فينوتروبيك، ها، وكرونوتروبيك، بيعمل فازو ايه يا فندم؟ سمعوني، دايلاتيشن. بس بقول لك ان هو دايليتور ضعيف، وده يمكن اللي بيخلي الادينوزين ينتصر تاثيره عليه، بس محتاجينه في دوز عاليه. بيعمل كونستريكشن في البلاد فيزل بتاعه المخ. على ايدك اليمين اتفضل، ذلك يؤدي الى زياده ضربات القلب، اضطرابات في ضربات القلب، ممكن القلب يقف، ممكن يوطي الضغط. وقلت لك ممكن يوطي الضغط بالفازو ايه وايه دايليتيشن وبالماير دايوريسيس. اطلع السي ان اس. السي ان اس انت عارف هيحصل ايه من قبل ما تبص. اهم مصيبه في السي ان اس كونفرجن، صح؟ كونفرجن دي مش هتحصل كده، كونفرجن دي هتحصل مع التوكسيك دوز. خلي بالك قلت لك كونفرجن عنيف، لان العضلات اخبارها ايه؟ ما بتبقاش لينه. يعني دايما الكونفرجن تصيب الراجل اكتر من الست، لان الست بطبيعتها العضلات عندها لينه عن الرجل، ولو الراجل ده كمان بيشيل حديد وعضلاته ناشفه يتبهدل اكتر. هتجد قبل التشنجات بتبدي تبان عندك irritability، عندك anxiety، عندك insomnia، عندك tremors. وجدنا ان احنا بنحاول نقلل شويه من وطئه التشنجات باضافه البي 6، وده هشرحه في الحصه الجايه. ايه دور البي 6؟ تسمع عن حاجه اسمها فيتامين بي 6، وعارفين دوره مع الاعصاب والكلام ده كله، وهنعرف دوره بالتفصيل. ما كناش قلناه، هنقوله مع زمايلكم الحصه الجايه. بص كده على الاعصاب. فاكرين كنت بقول لكم هو بيستيموليت ايه كمان؟ سيبك من سي تي زي عملت فوميتنج، هو بيستيموليت ايه كمان؟ ها، الار سي. فهو بيحفز الريسبيراتوري. مين؟ سمعوني، ها، الريسبيراتوري سنتر. بيعمل انسومنيا وعصبيه وتشنجات ورعشه. مكتوب طبعا جنب كلمه تشنجات اتش دي. اتش دي يعني ايه؟ هاي دوز. خلاص، مش عايزين حاجه تاني. هنا مكتوب عند حضرتك تحت ان الديس ادفانتج بتاعه السايوفيلين طبعا ما ببتديش بيه. ايه رايك؟ دواء بيعمل تاكيكارديا عنيفه، وبيعمل اريزميا عنيفه، وممكن يوقف ضربات القلب، وممكن يعمل تشنجات. لما اجي اقارنه بالكوبايات والترابيزات، لان لسه مين رقم واحد بالنسبه له؟ السلبيتامول رقم واحد. السلبيتامول كان بيعمل ايه يعني؟ السلبيتامول كان بيعمل تاكيكارديا كده ولا لازم يعمل تاكيكارديا امتى؟ في اللارج دوز وشويه تريمور، ما كانش بيعمل تشنجات يعني. ده غير انه نارو اندكس، ما سمعناش عن كده الناحيه الثانيه. اقلبوا الصفحه. امال انا باخده ليه يعني؟ باخده عشان في منه روتس كتيره، بس خلي بالك ما فيش منه بخاخات. وهتلاقيني كاتب لك بالبط العريض تحت انا كاتب لك ما فيش منه بخاخات. سبحان الله، اللابا ما كانش فيه منه غير فخلي بالك البازل بيكتمل ثاني. اللابا انا باكل ثاني، هم بيحبوا روتس، انتوا جربتونا. اللابا ما كانش فيه منه غير انهيلر، ده ما فيش منه انهيلر، ده فيه منه كل حاجه ما عدا الانهيلر، حتى منه فيه منه البوز. قلت لكم البوز ممكن يتسبب في التهاب فين؟ في الانس وفي الركبه، لكنه رخيص. انت عارف الحاجه لما تبقى رخيصه، خاصه لما يكون ما فيش تامين صحي شامل يعني للمريض، بيبقى افضل ان المريض يكمل على ده. الاستخدامات خطيره جدا جدا، خاصه رقم 2 و3. هتجد استخدامات غريبه عليك، بس انت هتقدر تفسرها من البورد. يقول لك ينفع رقم 2 مش عارف ولا 3 في نيونيتال ابنيا. يعني ايه الكلمه دي؟ نيونيت يعني حديث الولاده، ابنيا يعني مولود مخنوق، يعني عنده نفس ولا النفس متوقف. هستفيد بايه من على البورد هنا؟ جبت حاجه ليها علاقه بالنفس، ان هو بيحفز مش انا قلت لك دي؟ ايه اللي يخليك تدي سايوفرين في الحبل السري؟ عارفين الحبل السري بتاع البيبي اللي هو الامبلايكال كورد؟ في اطفال بتتولد عندها سبريشن في الجهاز التنفسي، ممكن نتيجه ان الام كانت بتتعاطى مخدرات، او الدكتور اثناء البنج ادى الام مخدرات كتير، بنج كتير، فالطفل اتولد اخباره ايه؟ مزرق وما بيتنفسش، وعنده ريسبيراتوري سنتر ستيميليتد ولا انهبيتد. بنستفيد بفكره ان الدواء ده بيعمل ايه في الريسبيراتوري سنتر؟ بيصحيه.
رقم 2 اللي هي رقم مش عارف 3 عندكم ولا ايه، يقول لك حلو قوي في السوق بدي، وعايزك تبص على الاكس راي بتاع مريض السي او بي دي، واضح ان اللنج بتاعته صغيره ولا اللنج بتاعته كبيره؟ كبيره جدا. اللون الابيض ده اللنج، المفروض اللنج عندي بتنتقي هنا، اللنج عنده بتنتقي عند الحزام. ليه اللنج عنده بتنتقي عند الحزام؟ لان الهواء اللي بيخش ما بيخرجش، او بيخرج ويتبقى منه جزء، فكل ما ده بيبقى فيه ريزيديوال فوليوم اوف اير، فده يخلي اللنج مع الوقت يبتدي تتمدد، فتبتدي تاخد الديافرام معاها وتنزل بيه لغايه الحزام. معنى كده ان العيان ده هو بيتنفس بيجيب الديافرام من نص صدره ولا بيجيب الديافرام من تحت؟ بيجيبه من تحت. معنى كده ان المريض ده هو بيتنفس بصعوبه بالغه. انت لو بتعمل الحركه دي كل يوم على مدار اليوم، العضلات بتاعه التنفس عندك هتبقى عضلات قويه ولا ضعيفه؟ هتبقى مستهلكه، بما فيهم الديافرام، بما فيهم الانتركوستال ماسل، فيهم الم، فيهم نوع من انواع التعب الشديد. فيقول لك دوره هنا دورين، هو بيعمل ايه في الشعب الهوائيه؟ يرد على سؤال، بيوسعها، بس على الله يبقى لسه في شعب هوائيه تستجيب، زائد ان هو بتلكو كافيين، فبيعمل ايه في الكالسيوم في العضلات؟ وزياده الكالسيوم في العضلات ده بيعمل ايه في الفتيك؟ بيقلل الفتيك. فقال لك مصلحه، خلي بالكم ممكن يجي لك في الامتحان نون ازماتيك يوزس اوف سايوفري. انت تعرف ان السايوفري دي استخدامات ثانيه غير الازمه يا دكتور؟ اه والله نعم، عرفنا ايه وايه؟ ممكن اخذ السايوفري في امراض ثانيه غير الازمه؟ اه، ممكن اخده في الطفل المولود مخنوق عشان استفيد بايه من على البورد؟ رد على سؤال نو سبايسال سنترست. ممكن استفيد انه بيزود الكالسيوم جوه العضلات، فبيعمل ايه في الديافراه؟ بيزود الباور، فيعمل ايه في الفتيج اللي بيحدث مع مرضى السي او بي دي؟ بيقلل. خلي بالكم من النقطه دي، اهم من الريسبيراتور. ممكن قوي يقول لك طلع لي من الام اس كيو ده النون، رد على سؤالي، النون ازماتيك يوزز اوف سايوفري. طبعا هو بينفع في الازمه صح؟ اكيد. عملت منه ايه وعملت منه ايه؟ اتفضلوا انطقوا. عملت منه شورت ايه؟ ها؟ آه. عملنا شورت اكتنج ينفع في الاكيوت اتاك، وعملنا منه اس ار ينفع في الاكيوت اتاك، ولا اللي فوق ده مش اللي فوق ده هيشتغل كاكيوت اتاك ولا ينفع؟ سستيند ايه يسموها؟ سستيند. بس اقروا لي كده في السستيند ريليز مكتوب ككنترول في انهي نوع من انواع الازمه؟ مكتوب كده سطر قدام كلمه سستيند ريليز اللي هو لونج تيرم. ايوه سبيشالي النوكتورنال ازمه. اشمعنى؟ عشان لان مين بيظهر اكتر بالليل؟ ادينوزين. وبالتالي مين احلى دواء يلم الدنيا اللي بتحصل بالليل؟ هو الدواء اللي بيضاد شغل مين بالليل؟ الادينوزين. الباقي بقى اسمائهم حضرتك هتعرفها فقط، اهو معمول منه تحت، اقرا لي العناوين فقط، اس ار سايوفلين امينوفيلين اند لو دوس سايوفلين، كل واحد بس العنوان الكبير. دي انواع البريبريشن بتاعته. دي الحصه الاولى، نبدا الحصه الثانيه ان شاء الله بعد 10 دقائق على ما الناس تخش. طبعا هنعيد الكلام ده تاني كمقدمه، هتسمعوه تاني وانا بس حد بس يدخل دماغك.